السلبيات اللي احنا هسه شايفينها والآثار الجانبية على المجتمع وعلى الشباب تحديدا اللي سببت العطالة، شنو هسه الظاهرة في المجتمع؟ في طبعا سلبيات كثيرة شديد. ما هو يعني انت لما تفك لك زول يتخرج من الجامعة، اول حاجة مهاراته قليلة، بيدخل سوق عمل الوظائف فيه بسيطة، بتبقى المنافسة ذاتها عشان يحصل عليه وظيفة اصحاب المهارات الاعلى هم اللي بيلقوا الوظائف. انت طالما مهاراتك بسيطة بتشتغل شغل هامشي، الشغل الهامشي ده عنده اثاره، ممكن ما تلقاه ذاته في لحظة ما، حتى الشغل الهامشي ما بتلاقيه. الموضوع بتاع البطالة ده هو موضوع مربوط بحاجات كثيرة، مربوط باستقرار البلد السياسي والاقتصادي، مربوط بالتنمية، مربوط بالداتا نفسها اللي بتكون موجودة عند الدولة. هي سوق العمل عندها بيتطلب كم موظف في السنة؟ نفترض هذه الداتا طبعاً نحن الداتا ما عندنا، نحن حتى عدد الخريجين نفسهم في التخصص الواحد اللي قاعدين نطلعهم كل سنة ما عندنا داتا لهم. صحيح. سوق العمل بيستوعب كم من النازل؟ ما عندنا داتا. اللي بيطلعوا برا بيشتغلوا مهن هامشية هم كم؟ ما عندنا. المهاجرين والنازحين طبعا في مهاجرين وفي نازحين وفي عقول قاعد تطلع برا هجرة لدول ثانية. دي كل غير العابرين، يعني والعابرين دي قد يكون عبورهم كم بالسنوات موجود داخل العواصم. ده مورد بشري، ده يعني اكبر كارثة بتحصل لدولة في الدنيا انه تفقد موارد البشرية دي وتتسرب تمشي لمناطق ثانية.